وقال أيضا فيه دليل على طهارة الذمية واستعمال فضل طهورها وسؤرها لجواز تزوجهن وعدم التفرقة في الحديث بين المسلمة وغيرها. ما معنى هذا الكلام يا إخوة الإسلام؟ تفضل. أنه يجوز الوضوء بفضل النصرانية، وكذلك يجوز نكاحها وسرها. ما صلة نكاحها في موضوع الطهارة؟ هو يتكلم على سؤالها، فإذا هو ما دام طاهرا فمن أين له سؤالها؟ هذا الذي نريده منك يا أخي في الله، أن تشرحه لا أن تستفسر عنه. تفضل. عندما قال الله عز وجل في الآية لا نريد آيات وأحاديث ونصوص، نريد شرح سهل لهذا الكلام. لا ينجسون إخواني في الله درسنا، إن لم تحضروا فلن تستطيعوا أن تجيبوا، لأننا رفعنا مستوى الدرس، إلا إذا أردتم أن نرجع مستوى الدرس فننزله. رفعنا مستوى الدرس حتى تقرأوا وتحضروا، حتى نخرج منكم طلبة علم، فإذا أحببتم النوم رجعنا إلى منهج أن نلقي ما عندنا وتهزوا رؤوسكم وأنتم لم تفهموا شيئا، كما هو حال كثير من الدروس. يكون في الدرس التلميذ سنين وهو يقول أنا تلميذ الشيخ الفلاني، ويهز رأسه أمام الشيخ، ثم إذا به لا يفهم شيئا، يخرج كما دخل بعد 20 سنة. فلا نريد أن نبتلى بمثل هذا البلاء حتى نحصل أجرا من ورائكم، فنموت ثم تكملوا مسيرتكم، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. فاتقوا الله في هذا الدرس وحضروا، ولا تتنافسوا على الدنيا فتهلككم كما أهلكتهم، تقضون الأوقات في النوم وفي السهرات وفي الرحلات وفي المكث هنا وهناك، وهذا لا ينفعك أمام الله ولا ينفعك في الفقه والتفقه. فهذا درس لا أريد أن أنزل من مستواه، فنسأل الله أن يعيننا وإياكم أن نرفع مستواه أكثر وأكثر. فهذه خطوة تحتاج منكم إلى تحضير وإلى قراءة وإلى تعب، وإلا حالكم كحال أولئك، يهزون رؤوسهم ولا يفهمون ولن يفهموا، ثم يتجرؤون فيدرسون وهم عن السنة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نقول إلا ذلك. تفضل. الحديث لم يفرق بين المرأة المسلمة وغير المسلمة، فكما أجاز الشرع للرجل تزوج المرأة النصرانية فبتقبيلها يكون سؤرها طاهرة. قال فيه دليل على طهارة الذمية. إذن المرأة الذمية من أهل الكتاب التي تعيش في ديار المسلمين، ولكن هنا الذمية المقصود بها الزوجة من أهل الكتاب، فهذه الزوجة يتعامل مع هذا الرجل، فربما تمضمضت وربما شربت فتبقى شيء من سؤرها، فهذه أمور لا تجعل هذا الماء نجسا ولا تجعله ممنوع الاستعمال، لأنهم كانوا هكذا حالهم يتوضؤون من بعضهم أو من وراء بعضهم بعضا، بل قد أقول وأزيد أن ممكن أن تكون ذمية وتتوضأ، لكن ليس الوضوء الذي نتوضأ به وبالتالي تتابعها، بل أزيد وأقول
أنها مطالبة بفروع الشريعة، فحيث أنها مطالبة بفروع الشريعة فهي تتوضأ. في أجوبة كثيرة نستطيع أن نجد جوابا يلتقي مع تقعيدات أهل العلم وكلام أهل العلم. نسمع الأذان.